الحمد لله، اليوم كان عندنا لقاء مهم جدا مع قيادة الاتحاد العام للشغالين برئاسة الأخ الكاتب العام وكذلك أعضاء من لجنة السير الوطنية. هذا اللقاء في مجمله كان فيه بعد ديال التوجيه وديال استحضار أهمية ومكانة شابة الشغيلة في مجال العمل النقابي، وكذلك الرهان الاستراتيجي اللي معقود عليها من أجل لعب الأدوار اللي من اللازم أنها تقوم بها، خصوصا في هذه اللحظة الحساسة على المستوى النضالي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي اللي كتعرفوا بلادنا. والإخوان ديال الشباب الشغيلة كلهم عقد العزم على أنهم ينخرطوا في هذه الرؤية من أجل إعادة الوهج التنظيمي والإشعاعي والنقابي كذلك وبالأساس ديال الشباب الشغيلة في إطار التصور العام اللي يعني غدا فيه القيادة ديالنا ديال الاتحاد العام الشغالين. شكرا.